السلام عليكم. اليوم هنتعرف ازاي نسجل على موقع ويكلت ونستخدمهم في التعلم عن بعد. راني عزت، معلم خبير معتمد مايكروسوفت. اول حاجة بنعملها بنفتح جوجل كروم ونكتب الموقع زي ما هو مكتوب قدامنا كده، ويكلت.com. بعد كده بنروح عند العنوان او التبويب اللي مكتوب عليه educators بمعنى معلمين، ونضغط عليه عشان نعمل sign up. تضغط على sign up for free بحساب 365 او اي ايميل عادي، وتبدأ تسجل بياناتك عشان يبقى لك حساب رسمي على موقع ويكلت. ويكلت هو عبارة عن موقع بتجمع فيه كل الريسورسز التعليمية اللي انت بتقدمها اثناء عرض درس او عرض بروجكت او عرض شغل لطلابك، او حتى انشاء كوليكشن لمجموعة الهوم assignments اللي هي الواجبات اللي انت عايز تجمعها من طلابك من غير ما هم ينشئوا حساب. طب ازاي نعمل الكلام ده؟ بنضغط على كلمة create collection او new collection. بعد كده بيظهر لنا التمبلت اللي هنشتغل عليه. اول حاجة بتظهر لنا ان احنا نضيف خلفية، فبيبقى متوفر لنا اما library الخاص بالموقع او من عندنا من الكمبيوتر. بعد اختيار الخلفية هتختار عنوان الدرس أو المشروع، وبعدين التفاصيل لو حابب تضيف التفاصيل. بعد كده تقدر بسهولة ترفع بقى أي شغل أنت عايز تقدمه للطلاب، وتكتب أهدافك من الدرس وتدعمه بفيديوهات تعليمية من يوتيوب أو بي دي اف، أو كمان تقدر تربطه بالكليب جريد أو أي. بعد ما بنخلص شغلنا بنضغط على دن ونروح عند الصفحة الرئيسية بتاعت البروفايل ونضغط على شير. شكرا لحسن استماعكم. كان معاكم رانيا عزلت، مدرب خبير معتمد مدرسة جمهورية مصر العربية. إلى اللقاء.